وبرغم انه الكابتن حسين لبيب بكل وضوح مفيش حاجه اسمها مظلوميه، الزمالك حقه مش مهدر، حتى قواضي اتحاد الكوره اللي اعلام الزمالك عمال يتكلم على انه مظلوم والاتحاد وحاطط جدول مضغوط وهدفه تكسير الفرقه و و و و، قال لك كل ده مش صحيح. كل ده تم بالتشاور معانا. مفيش مباراه لعبناها الا لما حصل تفاوض من احمد مجاهد معانا نلعب ولا ناجل، واحنا كنا بنرجع للمدير الفني يقول لك العب. هي دي الحقيقه. ومع هذا الزميل الاستاذ عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك مصمم متمسك انه في مؤامره وفي مظلوميه، وهو اللي كان قال ان مفيش مظلوميه ولا حاجه، احنا بنعمل الحكايه دي عشان ناخد حق زياده. لكن لسه مصمم في اون تايم سبورت انه في مؤامره وفي مظلوميه علشان حاجه معينه نقولها لكم. ما تفهمنيش ان الزمالك مش بيتظلم وهو كل شويه يتحل مجلس ادارته، النادي المنافس ما بيتحلش مجلس ادارته وبتحصل مشاكل كتير وما شفناش اتحل، دي مش مظلوميه؟ نمره اتنين، نادي الزمالك لما بيبقى عنده مشكله في اي مباراه الفقره التحكيميه بتبقى رقم واحد، رقم واحد الفقره التحكيميه عشان تظلم الزمالك، لكن لو الاهلي الموضوع ومش الموضوع، لا في مظلوميه. طب بلاش في مظلوميه، انا راضي ذمتكم ودينكم، حد يقول لي يطلع يقول لي المخرج بتاع مباراه امبارح ده ظالم ولا مش ظالم؟ مش للزمالك، ظالم بشكل عام ولا مش ظالم؟ ليه بقى؟ مخرج مباراه امبارح ليه؟ بعد ما يجي هدف للاهلي يروح مركز على لعيبه الاهلي اللي كانوا بيلعبوا في اللي بيلعبوا لعيبه بيراميدز اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي خطأ. يروح مركز عليهم خطأ. طيب بعد ما جه الهدف يا جماعه هو في مخرج كده يا جماعه هو في كده المخرج لما الاهلي يجيب جون يجيب اللعيبه اللي سابت الاهلي عشان يرصد رد الفعل وجهه نظر فنيه لا العكس بقى لو العكس كان هناك كان هيعمل كده برضه في الاهلي طبعا هو يعني انت بس هو السؤال هو ده ماله من مظلومه الزمالك يعني مخرج مباراه بجد بقى مخرج مباراه الاهلي وبيراميدز هم تصوروا عنده لا عنده وجهه نظر فنيه قبل ما تتكلم هم كانوا فاكرينهم محمد ناصر فكان الشوط ابتدى الشياط ان هو يضربوه باثر رجعي طلع مش هو فبقت المساله هو يعني انا عايز اعرف حاجه الاهلي بيلعب مع بيراميدز لعيبه مشيت من بيراميدز من الاهلي راحت بيراميدز مخرج المباراه عنده وجهه نظر فنيه عايز يقيس الرياكشن او رد الفعل عند اللعيبه لما فرقتها خسرت فرقتها الجديده خسرت من فرقه لدي ايا كان وجهه نظره فيه عنده راي في الكاميرا هو ايه علاقه نادي الزمالك بده ليه نادي الزمالك يبقى مظلوم على فكره دي في كل المباريات فكره ان مخرج المباراه يدور على رياكشن ما بيتوقع منه رد فعل معين بتدور عليها الكاميرا حتى في الماتشات الاوروبيه في اي ومع هذا طب هو نادي الزمالك ماله وايه علاقتكم بالموضوع هي مظلوميه ليه هي مجامله للاهلي في ايه جاب احمد فتحي ولا جاب شريف اكرامي وهو متضايق ان الاهلي جاب جون هو كده جامل الاهلي هو كده داس للزمالك على هو ليه الدعاء فعلا الحساسيه المفرطه في اي حاجه ليه وبعدين هو نادي الزمالك اتحل ليه ما اتحلش مجلس اداره الاهلي طب ليه ما اتحلش مجلس اداره سموحه ليه ما اتحلش رئيس مجلس اداره او مجلس اداره النادي الاتحاد كل الانديه اللي ما عندهاش مشاكل ما اتحلتش مجالس ادارتها ها ليه عايز تحل الاهلي طب الاهلي جات لجان التفتيش المالي والاداري من قبل الوزاره ومن قبل النيابه العامه وجبنا لكم شهاده مكتب النائب العام انه لا ثمه عدوان على المال العام في النادي الاهلي مش ده حصل عايز تحله خلاص حليت الزمالك يقول لك ما هي مجالس ادارات الزمالك بتتحل على طول ايوه علشان ايه ما هي اما في خلافات يا في قواضي يا في اتهامات يا في مشاكل بيتم التحقيق فيها ما نتمنهاش لكن القواضي ما بين مجلس مرشح نجح فمجلس كان نازل ضده الانتخابات بيطعن ضده ناس موجوده تيجي تفتش عليها تلاقي في مشاكل تستوجب التحقيقات الوزير ما حدش هيقول ان الدكتور اشرف صبحي بيعمل كده مجامله لله يا سيدي ما ماشي انت مش عايز الزمالك يتحل ماشي قول مش عايز الزمالك يتحل انما ليه تحل الاهلي على فكره الاهلي كان مش اول نادي قال انا ضد حل مجلس اداره النادي انت حكيت لي وانا حكيت لك القصه دي وهو بقرار مجلس اداره لكن سريعا حتى الجزئيه بتاعت ما هو قبل كده مجلس اداره الاهلي اتحل
ولغوا القرار سريعا. ده كان قرار من الكابتن طاهر ابو زيد وهو وزير في فتره هيتم صدور دستور جديد رئيس الوزراء. بعد يومين في دستور ساعتين او بعد ساعتين. غير كده كمان هي ايه الواقعه؟ الصرف في غير موضعه. عارفين ان نادي الزمالك بيلم فلوس من الاعضاء وكل اعضاء الزمالك اللي بيسمعونا عارفين كده، بقى لهم كام سنه بيدفعوا فلوس لمصلحه او لصالح بناء نادي الزمالك او نادي الزمالك الجديد فرع اكتوبر وما تمتش حاجه. هي كده بالظبط. الاهلي كان جامع 200 جنيه من الاعضاء لحساب فرع الشيخ زايد. حصلت الازمه الماليه بعد في 2013 والنشاط متوقف والاهلي بيلعب في بطوله افريقيا، فحصل توجيه الاموال ساعتها في اتجاه ان انت تفي بالغرض ان الفريق بيلعب في افريقيا، ولما بتيجي الفلوس هنا بتحطها هنا، فده توجيه للموارد مش اهدار. حتى رئيس الوزراء ساعتها قال للوزير ده مش مخالفه، ده توجيه للاموال في فتره. والا طب هو مين اللي اشترى ارض الشيخ زايد؟ ما هو النادي الاهلي بميزانيته اللي في الجزيره. فانت جاي تقول لي بس ال 200 جنيه دول اتصرفوا غلط. كان نوع من التلكك والتلكيك والتصيد. رئيس الوزراء لغاه، فعشان الاجيال الجديده تبقى عارفه القصه. لا، المجلس اتحل بسبب غير مقنع بالمره، فكان التدخل السريع انه ده كلام فيه نوع من التجني وفيه نوع من استغلال الظرف قبل التعديل الدستوري. كان في شيء شخصي ادركه رئيس. وبعدين رئيس الوزراء ادرك ان المساله فيها غرض شخصي. انما يتقال لك طب ولما حصل حل مجلس اداره الاهلي اتلغى ليه؟ اتلغى علشان اللي انا بقوله لكم. مفيش اسباب. لكن